اوكي سعيد، أول مرة تستخدم هذا الجهاز ولا قد استخدمته من قبل؟ اي والله انه جديد، باقي سويت اعلان البارح للسيف جاليري ما شاء الله، عافية والله. و اعطوني دي فوق الاعلان، قالوا هاك والله ما يرجع، والله انه هديه. تستاهل والله، تستاهل المحل كله، ما هو بس هذه. الله يسعدك، والله هنيتي، لكن عاد من تعلمين. الله يرزقكم الناس يا فضل يا رب. كيف امريكا بالله معك؟ تمام، الحين برد والله. شفت الهواء اللي كان يجي في الديرة زمان؟ القرية اي والله الحين القرية برد اللي كان في وسط العظام. بالضبط، هذه الحين احنا فيها. شيك على سعيد، بس شوف كذا بالإضاءة، شيك كذا من الجنب عليها، لا تفتحها عشان ما تنخفض، بس طالع كذا بالإضاءة، خاف انها حارة مرة. ما ادري، بدأ يطلع كمان غبشها على القزاز. تمام. أجل نقص الحرارة، خاف إنها عالية مرة عليها. كم اخليها؟ خليها مثلا 200 كويسة أتوقع. والله اني مدري عنك، شكلك بتسمم مني انا وامي. لا إيش دعوة، وين أسممك الله يسعدك، إذا كان هنا وأنت هناك. أسمع، إذا جيت إن شاء الله، خلاص سعدي، بسوي لكم إن شاء الله خبز مقناه. راح أبو حنش، أوه ايش فيه؟ الله يلعن والديك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحط فوقها